ام جي اعز حاجه عندك كل يوم. كيفاش باش تغسل الماعون هذا الكل؟ بهذا جبت لك مخير بخيل سانكونا اللي يقضي على اصعب الدهون. قطره واحده من بخيل سانكونا تقضي على اصعب الدهون والبقايا اللاصقه. واو يلمعوا. وهذا من المسحه الاولى. بخيل رقم واحد في تونس. ذهبيه فاوحه وكل عطر بخيرها سابقه في كل وقت ما تلقاها كان هي. خطر هي الحره والحلوه والذهبيه. زيت الزيتون الشعال بالطبيعة التونسية. محليها الحياة مع بريزيدان. أنا خديجة جيت اليوم باش نعيش الإكسبرينس توب ديليس من المعمل النظافة والعفيفة كل شيء كنترولي بالملي. ماكينات جدد ظاهر اخر مصادر في التكنولوجيا. تقول شعلينا في الاوروب اما احنا في تونس بالضبط في سيدي بوزيد. بالحق حاجه تشرف ديليس والله سي توب. القيصر بدنا تعيش معانا. بذره صدق زرعناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا. جيل ورا جيل مسؤوليه ورثناها. بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها. سيكام محبة وغرام. بتم عز ما تختار. نيلاس تونغير ديكوراسيون اي ار دو تال او ام اس طيب كيما ان غران شيف. ستانلي فير ديزاين فيلينغ. ما يكفيش ان عرفنا نخدموا الارض باش تعطينا من كنوزها. ما يكفيش أن كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الوصول. ليبيدور هي الأصل. عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من باتل شيف دار رسيت. معاكم رانيا هيش. اليوم جيت وجبت لكم رسيت بنينة برشا بريك دنوني. الرسيت متاعنا اليوم نستحقه صحفة فريدة لبيدور، صحفتين سميد، شوية زيت وزبدة، ماء دافي للعجنين وملح. نبدأ في الرسيت مع بعضنا. هذه صحفة السميد الأولى. نكملوا صحفة الثانية متاع السميد وصحفة الفارينة لبيدور. شطر مغرفة ملح. نخلطوا لي زانغغيديون سيك مع بعضهم. توا باش نذوبوا مغرفتين كبار زبده مع الزيت واللي هو زيت زيتونه. الزبده والزيت متاعنا حضروا، نصبوهم مع باقي المقادير. خليوها ترتاح من ربع ساعة لنص ساعة لو طون اللي احنا طيبنا الفارس متاعنا. نخلي عجينتي ترتاح ونرجع لكم باش نطيبوا الفارس مع بعضنا. للفارس متاعنا اليوم اخترت باش نعمل فارس بالدجاج. دونك خذيت بلونت بولي زدر متاع الدجاج، غسلته قصيته دي بتي كوب ولا دي بتي دي صغار. الفارس متاعنا سهلة برشا كما قلت لكم، دجاج، ثوم، ملح، فلفل أكحل، كليل، كركم، وباش نزيدوها شوية فرماج رابي. دونك في الفارس نتوما حرار تنجموا تعملوا اللي تحبوا، فيون داشي، بولي، طن، فرماج كهو. دونك كل حد شنو عنده في دارو. الكليل شوية، كركم، ملح، وفلفل أكحل. نمرقوه بشوية ماء
كما تعرفوا اللي الدجاج ما فيهش روح في ساعتين، حاولوا ما نكثرولوش من الماء. لو طون اللي الدجاج نتاعنا طاب نجيبوا العجينه نتاعنا. دونك بعد ما ارتاحت العجينه ندهنوا لو بلان دو ترافاي نتاعنا بالزيت. نزيدو فوق الفرماج غابي اللي قلنا عليه، وتوا نبداو نشكلو كعيبات البريك نتاعنا مع بعضنا. اونتخو طون الزيت قاعد يسخن، الزيت نتاعنا سخن. توا باش نقليو كعيبات البريك دنوني مع بعضنا. روسيت بنينة وسهلة، نجمو تاكلوها على شقة الفطر، نجمو تاكلوها في السهرية ولا في السحور. كملت تقليت كعيبات البريك دنوني متاعي، عملتهم دوري كما قاعدين تشوفوا. توا نتعداو للدريساج مع بعضنا. كيف كيف تنجموا تزينوا بأي حاجة انتم تحبوها. شهية طيبة، نتقابلوا في روسيت أخرى من باتل شيف لروسيت. أم جي أعز حاجة عندك كل يوم. كيفاش باش تغسل المعون هذا الكل؟ بهذا جبت لك مخير بخيل سانكونا اللي يقضي على أصعب الدهون. قطرة واحدة من بخيل سانكونا تقضي على أصعب الدهون والبقايا اللاصقة. واو يلمعوا، وهذا من المسحة الأولى. بخيل رقم واحد في تونس. ذهبية فاوحة وكل عطر بخيرها سابقة في كل وقت ما تلقاها كان هي، خطر هي الحرة والحلوة والذهبية. زيت الزيتون الشعال بالطبيعة التونسية. محليها الحياة مع بريزيدان. أنا نسرين، جيت اليوم باش نعيش الإكسبرينس توب ديليس. اليوم عرفت اللي معامل ديليس موجودين في المناطق اللي تنتج أوفروا أحسن كاليتين تحليل، هكاكا يختاروا لكم أحسن حليب أحسن جودة. ديليس ديما في التوب. القيصر بنا تعيش معانا. ديليس أحسن ما فهم. بذرة صدق زرعناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا، جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها. بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها. سيكام محبة وغرام. بتام أعز ما تختار. نيلا ستونوير ديكوراسيون اي ار دوتال او ام اس طيب كيما ان غران شيف. ستانلي فير ديزاين فيلينغ. ما يكفيش ان عرفنا نخدموا الارض باش تعطينا من كنوزها، ما يكفيش ان كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الوصول. ليبيدور هي الاصل.